رئيس الوزراء للنواب يعقب منح الثقة للحكومة الجديدة: أتعهد بتنفيذ توصياتكم وتقديم برامج زمنية تفصيلية لخطة العمل كل 6 أشهر. البنك المركزي المصري يقرر في اجتماعه الأخير تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية بواقع 27.25% للإيداع و 28.25% للإقراض. المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ابدأ تعلن تشغيل أول مصنع في مصر لإنتاج صمامات أمان الغاز للبوتاجاز بالتعاون مع القطاع الخاص. وزير خارجية مصر والأردن يجددان موقف البلدين الرافض لأي خطط إسرائيلية تهدف لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. كاظم الساهر يختتم حفله الضخم على مسرح يو أرينا بنجاح كبير، ويؤكد مهرجان العالمين ولد عملاقا، وشكرا لمصر على تحويل منطقة ألغام إلى مدينة ملهمة تحتضن كل المبدعين العرب.